الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. مع مادة العلوم الإسلامية لطلبة التوجيه الفرع الأدبي، حياكم الله وبياكم. نكمل بكم إن شاء الله الشرح المادي حيث انتهى المدرسون الفضلاء. نحن اليوم مع العلام الكبير الناطق باسمي، الناطق بلسان هذه الأمة، والذي كان له دور بارز في بناء جيل المسلم وفي تصحيح المفاهيم، أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله. طبعا أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله من العلماء المعاصرين، علماء العصر الحديث، حتى نعرف أن الأمة ليست مرتبطة بزمن دون زمن، إنما هذه الأمة سلسلة من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. لا بد في كل زمان وفي كل مكان أن يكون هنالك من العلماء الخيرين الذين يتكلمون بلسانها وينشرون الدعوة. فكان له أثر كبير أبو الحسن الندوي في مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي بناء القيم وتصحيح المفاهيم الإسلامية. فلذلك بدنا نوقف مع شوي من سيرته رحمة الله عليه. لو بدنا نعرف بالإمام أبي الحسن الندوي، من حيث اسمه ونسبه، هو أبو الحسن اسمه علي ابن عبد الحي الحسني الهندي الندوي، ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا هو من أهل البيت، لما نقول حسني يعني نسبة للحسن بن علي. قلنا الهندي نسبة إلى المكان اللي ولد ونشأ فيه اللي هو الهند. لقبه الندوي، لما نقول الندوي معناه مباشرة نروح لابن الحسن الندوي. طبعا الندوي نسبة إلى إيه؟ إلى جمعية تعليمية اسمها دار العلوم ندوة العلماء، وين هذا مكانها؟ في الهند. مولده ولد في الهند سنة 1914. نشأة أبو الحسن الندوي، نشأة أبي الحسن الندوي، أبو الحسن الندوي نشأ في أسرة متدينة متعلمة في الهند، وكانت هذه الأسرة فيها عدد من العلماء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. من أبرز هؤلاء أبوه الشيخ عبد الحي عليه رحمة الله، صاحب العلم والمصنفات الكثيرة المشهورة. طبعا لما مات أبوه، مات وهو في سن التاسعة من العمر، مات وهو في سن التاسعة من العمر. الأمر آخر أنه اللي تولى تربيته أمه وأخوه، أخوه الأكبر اللي هو عبد العلي اللي تولوا تربية أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله، حيث كان لعبد العلي أخوه الأكبر فضل كبير في تربية أبي الحسن وثقافته، لأنه كان داعية وكان عالم. هذا نشأته. إذا هو نشأ في أسرة متدينة، أبوه توفى وهو عمره في التاسعة من عمره، تولى تربيته أمه أخوه الأكبر، وكان لأخوه الأكبر دور كبير في تربيته وثقافته. خلينا نشوف صفاته، صفاته ومناقبه. مثلا ممكن يكون سؤال، وضح خمسا من أهم الصفات الداعية التي تمثلها أبو الحسن الندوي. وضح خمسا من أهم صفات الداعية التي تمثلها أبو الحسن الندوي. الأمر الأول كان متواضع، والمتواضع إذا بدعو إلى الله عز وجل حري أن الناس تستجيب له. كان زاهد، يعني ما بتطلع شوفي في أيدي الناس، أنا سيكتفي بالموجود عندي، والذي هو عنده ليس موجود في قلبي، إنما هو في يده، يتصرف به وينثره في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا كان حكيما صاحب حكمة. ثلاثة، كان واسع الثقافة. النقطة الرابعة، كان أديبا صاحب أسلوب راقي، أديب يعني أدب عنده فصيح باللغة، وبيستطيع أنه يقنع الآخر. فكانت هذه يعني من أهم الصفات اللي كانت في حياة أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله. فهذه خمس صفات من صفات الداعية. وفاة أبو الحسن الندوي، توفي في عام 1999 في الهند أيضا، وكان له من العمر 85 سنة. خلينا نشوف حياة أبو الحسن الندوي العلمي، ما دام أنه إحنا بنقول عنه علامة عالم كبير، بدنا نشوف حياته العلمية عليه رحمة الله. طبعا بدأ تعلم القرآن الكريم وين؟ في البيت. من الذي أعانه على حفظ القرآن الكريم وتعلمه؟ أمه. طيب لماذا أمه ذات؟ لأنها كانت حافظة للقرآن الكريم. شوف الأسرة العظيمة، شو بتتخرج يعني؟ راح تخرج أكيد مثل هذا الداعية أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله. النقطة الثانية، إنه تعلم علومه الأولى، تعلم علومه الأولى وين؟ في قريته، في الهند. من ذلك إيش تعلم؟ مثلا تعلم اللغة العربية، وتعلم اللغة الإنجليزية، وتعلم اللغة الفارسية. هذه ثلاث لغات تعلمها في قريته. الثاني أنه تعلم مبادئ العلوم الشرعية. ثلاثة، قرأ كتب الأدب
باللغة الأردية على عدد من شيوخ قريته، قرأ كتب الأدب باللغة الأردية على عدد من شيوخ قريته، يعني اللغة الأردية هي اللغة المعتمدة اللي كان هو أصلا بيتكلموا فيها. أيضا من نشأته العلمية وحياته العلمية في المرحلة الجامعية درس الأدب العربي، في الأدب يعني في الفصاحة العربية. من أيضا من حياته العلمية رحمة الله عليه أنه التحق بدار العلوم لندوة العلماء المسلمين في الهند، ودرس فيها تفسير القرآن الكريم وعلوم الحديث. شوف كيف يعني كان الرجل مجاهد حقيقة ومعطاء في التعلم وفي الخير. الأمر الخامس من حياته العلمية أنه ارتحل إلى عدد من البلدان العربية والتقى بالكثير من علمائها وأدبائها. طبعا التقى منهم استفاد منهم، مش أنه التقى لقاء زيارة، ذاك كانت له رحلات في بلاد العرب والمسلمين. النقطة السادسة، ثم عاد إلى الهند وتولى التدريس في دار العلوم. شوف الآن بدأ بالعطاء، بدأ يعطي الآن، بدأ منه تعلم، أخذ لغات العلوم الشرعية، تفسير القرآن، علوم الحديث، الأدب العربي، التقى بعلماء وكذا إلى آخره. عاد إلى الهند وتولى التدريس في دار العلوم. أيضا من نشأته العلمية أو من حياته العلمية أنه تميز بمنهج خاص في التأليف. هو تأليف، هو مؤلف، أصبح مؤلف ولكن له منهج خاص. ليش؟ علل شو الأسباب أنه له منهج خاص. السبب الأول لمعرفته عددا من اللغات، بيعرف لغات كثيرة. الأمر الثاني سعة اطلاعه على مؤلفات الحضارات الأخرى، يعني ارتحل وراح شاف وقرأ وثقافة وكذا. الأمر الثالث، السبب الثالث لأنه بتميز منهاج خاص في التأليف، تعمقه في التاريخ الإسلامي، كان يعرف بالتاريخ بشكل عميق الرجل. نعم. أيضا من حياته العلمية في عندنا أهم مؤلفاته كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. هذا الكتاب لقي قبولا كثيرا وترجم إلى عدد من اللغات، وهذا الكتاب مضامينه الرئيسة. الأمر الأول من مضموناته أنه حال العالم قبل الإسلام، كيف كان وضعه الجاهلية، مرورا ببزوغ فجر الإسلام حتى القرن الماضي اللي هو القرن العشرين. هذا كان مضمون من مضامين كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، كيف كانوا من قبل، كيف وضعهم لما إجا الإسلام، إجا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لما صار بالقرن الماضي، كيف لما الناس انسلخت من دينها. الأمر الثاني، حال البشرية قبل تراجع المسلمين وبعده، متوسعا في ذكر الأسباب، كيف حال البشرية قبل تراجع المسلمين، يعني خلال المسلمين وهم يعني في قمة الروعة وفي قمة العطاء، وكيف لما تراجعوا وبين الأسباب. أيضا يعني له كلمات في هذا الكتاب، مثلا ننقل جملة له في هذا الكتاب، قال: إن العالم العربي لا يسعد وخيرة الشباب في العواصم العربية عاكفون على شهواتهم، تدور حياتهم حول المادة والمعدة، تدور حياتهم حول المادة والمعدة. إذا هذه يعني بعض اللفتات العلمية والنشأة العلمية في حياة أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله. طيب لو بدي أسأل سؤال، أذكر مثالا واحدا على إنجاز أبي الحسن في مجال التدريس، إنجازه في مجال التدريس أو التعليم، منقول أنه تولى التدريس في دار العلوم في الهند. ممكن نقول عد ثلاثا من اللغات التي أتقنها أبو الحسن الندوي، أو ممكن نقول أربع لغات حتى، اللي هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفارسية، والرابعة اللي هي لغته اللي بتكلم فيها أهل قرية أو أهل الهند اللي هي اللغة الأردية. خلينا نشوف الآن دوره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان لأبو الحسن جهد بارز في الدعوة إلى الله، خلينا نشوف هذا الجهد. أول شيء بدأ بالدعوة عندما التقى بالداعية الكندهلوي صاحب كتاب حياة الصحابة، فتأثر بمنهجه في الدعوة. الكندهلوي كان داعية، يعني رجل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يخالط الناس ويدعوهم، فتأثر بمنهجه رحمة الله عليه. هذا كان أول تأثر بالدعوة. الأمر الثاني في جهده الدعوي، اتصل بالناس لنشر الإسلام في مدن الهند وقراها، يعني تنقل في الهند جوا مشان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث في دعوته، الرحلات الدعوية إلى معظم البلدان العربية والإسلامية، كان يروح يزور البلدان العربية الإسلامية يعطي فيها في مجال الدعوة. خلينا نشوف له أيضا الأمر الرابع، أنه له طرائق متنوعة في الدعوة. مثل إيه؟ مثل واحد خطب ومحاضرات،
2 ندوات ومؤتمرات، 3 كان في تأليف الكتب والرسائل الدعوية، 4 إصدار عدد من المجلات بلغات مختلفة، 5 أسس المجمع الإسلامي العلمي في الهند، 6 أسس رابطة الأدب الإسلامية. يعني كان رجل حقيقة عامل، وكان رجل همام، وكان رجل قوي وعنده همة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من المنجزات الدعوية كان له منجزات في جانب التدريس والتأليف واللقاءات الصحفية، هذه النقطة الخامسة من جهده في الدعوة ودوره في الدعوة. أيضا النقطة السادسة من جهوده الدعوية أنه نال كثيرا من الجوائز العلمية. ليش؟ لأنه له مكانة خاصة، كان عند علماء عصره وغيره من علماء المسلمين، له مكانة وله الرجل له حظوة، لأنه رجل فصيح متكلم عالم صاحب دعوة وصاحب هم. من هذه الجوائز اللي نالها مثلا من تلك الجوائز، 1 جائزة الملك فيصل العلمية لخدمة الإسلام، 2 جائزة الشخصية الإسلامية في دبي، 3 وسام الإسسكو من الدرجة الأولى من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. الإسسكو هي منظمة إسلامية للتربية، هي للتربية والعلوم والثقافة. طيب لو بدي أسأل سؤال أخير في حياة أبي الحسن الندوي، بدنا نشوف إنجازه في مجال الصحافة مشان نعرف إنه الرجل حقيقة كان يعني إله يعني أثره، إله عمل متنوع في كافة على كافة الأصعدة. أذكر مثال واحد على إنجاز أبي الحسن في مجال الصحافة، إلا هو إصدار عدد من المجلات بلغات مختلفة. إصدار عدد من المجلات في بلغات مختلفة، هذا يعني ما يتعلق بسيرة أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه، والحمد لله رب العالمين.